نتكلم بقى عن التلاجة الصحية، يعني التلاجة دي المفروض يكون فيها ايه، وايه الحاجات اللي ما نحطهاش في تلاجتنا ابدا لان هي مضرة ضرر شديد بالصحة. بص هقول لك على فكرة لذيذة جدا للتلاجة ديت. أرجو. يعني التلاجة ديت هي مثلا المكان اللي بتبداي منه رحلة الرشاقة او رحلة زيادة الوزن. صح ولا غلط؟ صح. التلاجة دي ممكن تكون يعني الهدف منها ان وزنك يزيد، وممكن تكون انك انت تبقى يعني محفز ليكي انك انت وزنك ينزل او تحافظي على وزنك. التلاجة؟ التلاجة طبعا. تحافظي على وزنك ازاي بقى؟ او واحدة خست مثلا وعايزة تحافظ على وزنها ومش عايزة تتخن تاني تعمل ايه؟ هذه حاجة لسه نتكلم على اللي جوه التلاجة، بره التلاجة. تحط صورتها وهي تخينه قدام باب التلاجه كده عشان كل ما تيجي عشان اضايق نفسي كل يوم الصبح ده، كل ما تيجي تفتح التلاجه تشوف المنظر ده. بس مش هتفتحها، اللي هو زي لما بنحط نوتس كده بالماجنتس على باب التلاجه، نحط بدل ما نحط النوتس ديت الطبخات كذا وكذا. مش عايزه احب كل ما حد يدخل المطبخ يشوف صورتها وهي يعني هي التلاجه اصلا مكان شخصي جدا يعني. لا يعني الضيوف مش هتدخل. لو انا عامله مثلا هاوس بارتي، يعني مثلا لو انا عامله ديش بارتي وكل واحد جايب الاكل وصحباتي بقى دخلوا مثلا المطبخ معايا، ما هو انت لما هيشوفوا المنظر ده على التلاجه برضه هيقول لك واو ايه ده، انت حسيتي كده ازاي؟ هتبقى خبره. يعني انا لازم نفتح.